يوم هو ونظامك ثوار تشرين تبقى وملايين ثوار تشرين تبقى وملايين يوم المبارك نفرح الثورة العظيمة يوم المبارك نفرح الثورة العظيمة ثوار تشرين والنعم قوة وعزيمة قوة وعزيمة دم نقيمة ثوار تشرين والنعم قوة وعزيمة قوة وعزيمة هيهات من الذل مو دم نقيمة دم نقيمة أبطال تشرين النصر مو للهزيمة أبطال تشرين النصر مو للهزيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا، نود التنويه لأن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم نتكلم عن موضوع سيكون محزن لكثير من العوائل العراقية حقيقة، لكن هو واقع الحال في العراق، وهو عملية مصادقة برهم صالح رئيس الجمهورية على إعدام أكثر من 340 معتقل في سجون ومعتقلات العراق. طبعا خرجت هيئة علماء المسلمين في بيان قالت فيه إن مصادقة رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على إعدام أكثر من 340 متهما انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب هي جزء من المخطط المعد للتفجير الإجرامي الذي حدث في ساحة الطيران قبل أيام عن طريق إثارة النعرات الطائفية وتبرير المذابح الجماعية في السجون الحكومية بذريعة الإرهاب المدعى. أضافت الهيئة أن إثارة النعرات الطائفية وتبرير المذابح الجماعية ظهر جليا في تصريحات زعماء الأحزاب الطائفية وميليشياتها التي اندفعت مباشرة عقب وقوع التفجير إلى الدعوة للتحريض على استباحة دماء أبناء عدد من المحافظات. طبعا تابعت الهيئة أن الإعلان عن موافقة برهم صالح على التصديق على هذه الأحكام بدون بيان أي تفصيل من تفاصيل هذا الموضوع يجعله المسؤول الأول عن إزهاق أرواح عدد كبير من العراقيين بخضوعه لرغبات وضغوطات الميليشيات. طيب، اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أكدت أن إقدام رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح على المصادقة على قرار إعدام أكثر من 340 متهم جاء في ظل ظروف محاكمات وإجراءات قضائية فاقدة لأدنى معايير العدالة. أيضا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أكد أن السلطات في العراق تستهين بالقانون الدولي بعد أن صادقت على إحكام إعدام أكثر من 340 معتقل في سجونها بذريعة ارتباطهم بالإرهاب على خلفية تفجير ساحة الطيران في بغداد. أيضا قال المركز بأن الحكومة لم تقم بأي نشر رسمي لأرقام وأسماء المعتقلين أو التهم الموجهة إليهم، وأضافت أن المحاكمات يتخللها الكثير من المغالطات والمخالفات المخلة بقواعد أصول المحاكمات. هذا محليا، لكن سنتطرق بعد قليل للتقارير الدولية التي أيضا تؤكد أن المحاكمات التي تتم في العراق وأحكام الإعدام الصادرة تتم وفق شروط ومعايير غير قانونية تماما، وتتم هذه المحاكمات في ظروف غير قانونية، ظروف خالية تماما من شروط ومعايير المحاكمات العادلة، تتم الاعترافات تحت التعذيب ويؤخذ بناء عليه أحكام جائرة صادرة من القضاء العراقي الذي وصف في كثير من الأحيان من منظمات وهيئات دولية بأنه قضاء فاسد. نسأل مشاهدينا الكرام اليوم، لماذا تستمر حكومة مصطفى الكاظمي وحكومات ما بعد الاحتلال بشكل عام وكل رؤساء الجمهوريات بالمصادقة على أحكام إعدام
والجميع يقول من في العالم، طبعا الهيئات الدولية، المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة، بأن القضاء في العراق قضاء فاسد، أو كما تصفه منظمة Human Rights Watch بأنه قضاء محطم. وكذلك الأمم المتحدة وصفت القضاء في العراق والقضاة بأنهم فاسدون وفاشلون. طيب كيف إذن يوافق أو يصادق رئيس الجمهورية على أحكام إعدام في بلد يخلو من المعايير القانونية القضائية المعتبرة أو التي يعتد بها جميع حول العالم؟ لماذا يتم استخدام هذه الطريقة للانتقام والثار، عملية إعدام أشخاص تمت محاكماتهم بطرق وظروف غير قانونية وغير إنسانية، يتعرضون إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم وغيرها من الأساليب الوحشية في التعامل معهم؟ إذن هل هذه القوانين أو هذه الأحكام الصادرة هي أحكام يجب أن يتم الاعتراف بها، أم أحكام يجب أن يتم محاربتها والتصدي لها وإيقافها عند حدها في ظل عيش العراقيين في بلد غير مؤهل من الناحية القانونية؟ من معنا؟ السيد محمد من كربلاء، تفضل. أنا أخوي. تفضل يا محمد، حياك الله. محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أسمعك يا محمد، تفضل. الوردة. الله يبارك بيك، حياك. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم الموقرة ويستر عليكم. الله يسلمك. قناة الوحيدة اللي تنقل الحقيقة. الله يبارك فيك. زين، وربي يحفظكم ويستر عليكم بجاه محمد وآل محمد. الله يحفظك ويسلمك. زين أخوي أستاذ محمد، بس إذاك تعطيني مجال شوية تدول قلبك. تفضل. بس تعطيني مجال شوية حتى الحفرة اللي بقلب تروح. تفضل. بالنسبة لموضوعكم على السجناء وعلى المغيبين، مو صحيح؟ عن الإعدامات اليوم وافق رئيس، صادق رئيس الجمهورية على إعدام 340 متهم، وحضرتك تعرف كل زين أنه طريقة التعامل مع المتهمين والمعتقلين في سجون العراق غير قانونية، فشلون يصادق إذن على هذه الأحكام؟ أخوي إذا هو شلون يصادق؟ إذا هو أمر بكيفه، هو قانون بكيفه، مصطفى الكاظمي مو بكيفه. برهم صالح هو الذي صادق. منا الأحزاب. إيه برهم صالح، منا إيران ومنا الأحزاب ومنا أمريكا. كيف هو صادق؟ شلون صادق؟ مو يعني هذا مخلينا رجل هيجي لا يهش ولا ينش توتهنا. زين؟ كل شيء مو بيده هذا. منا إيران ومنا الأحزاب ومنا أمريكا. هاي وحدة. نعم. الانفجار مال باب الشرقي راحت الضحايا هاي الله يرحمها اللي راحت هاي. نعم. الرحمة والغفران لشهداء العراق. نعم. آمين. هو كيف هو ما يقدر كل شيء يسوي مصطفى الكاظم، مصطفى الكاظم مجرد بخليه هيجي. زين. نعم. منا أمريكا ومنا إيران ومنا الميليشيات والعصابات. أكو على مواقع التواصل الاجتماعي يا سيد محمد أشخاص تابعين يبدو للأحزاب أو للسلطة أو للميليشيات، ورد تفجيرات اللي صارت في بغداد في ساحة الطيران، روجوا بشكل كبير إلى دعوة الحكومة أو حثها إلى تنفيذ أحكام إعدام ضد اللي وصفوهم بأنهم إرهابيين الموجودين في السجون والمعتقلات. كأنه الموضوع ثأر أنه يطلعون غضب الشارع العراقي، يحاولون يديرون الدفة، يوجهون الناس إلى السجون والمعتقلات. مو كثير من الناس الموجودين في العراق تم اعتقالهم وفق ظروف قانونية غير صحيحة وغياب تام للمذكرات القضائية وللتعامل الإنساني والآدمي في السجون والمعتقلات. إذن على أي أساس تسير الحكومة خلف هذه الدعوات وتقوم فعلا بالمصادقة على هاي الأحكام؟ أستاذ محمد في دول قلبك. نعم أستاذ محمد. أسمع. زين أستاذ محمد وياي؟ أسمعك يا محمد. بس نص صوت التلفزيون لو سمحت. إيه نصيته. إيه أستاذ محمد، هسه أني إذا أريد أبسط شيء، هسه أبسط شيء راح أقول لك على شغلة. طيب. زين هسه هذه جرف الصخر قريبة علي 30 كيلو عن جرف الصخر أني. طيب. هسه إذا أريد أروح لجرف الصخر. أول ما يلاقيني يسألني أنت سني لو شيعي. وهاي جرف الصخر ما أقدر أطفها أني. يسألني هم الطائفية هم جاوبوها. ليش احنا بلد الحضارات، بلد الخير، شنو سني شنو شيعي، منين جبتوها انتم طائفيين؟ يقول له هم الحكومة الطائفيين مو احنا. نعم. هاي جرف الصخر الصف الارض اروح اطفها. يسألني اول ما يلاقيني الميليشيات.
نعم. انت سني لو شيعي. زين ما يصير هيك، احنا عراق واحد، بلد موحد، الله ربنا، محمد رسولنا، مو صحيح؟ صحيح. العراق بعد التهق عليه السلامه. نعم. منا ايران ومنا العصابات ومنا الميليشيات ومنا امريكا. انا اشكرك يا محمد من كربلاء. سيد محمد شكرا للمشاركه، واذا حضرتك ما تعرف تدخل جرف الصخر، سياسيين ما يعرفون يدخلون جرف الصخر، وهو معذره منك ومو من تقليل من شانك، لكن اقصد صاحب النفوذ في العراق لا يستطيع ان يدخل او يتجرأ ان يذهب الى جرف الصخر بسبب الميليشيات. المحققون في الامم المتحده في مجال التعذيب والقتل التعسفي وحمايه حقوق الانسان في سياق مكافحه الارهاب حثوا الحكومة العراقية بشدة على احترام التزاماتها القانونية الدولية والوقف الفوري لخطط أخرى لإعدام السجناء. هذا كان تقرير قديم طبعا، ليس بمدة طويلة، هو مضى عليه سنة. المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلت قالت إن مكتبها وجد انتهاكات متكررة لحقوق المحاكمات العادلة وتمثيل قانوني غير فعال واعتماد مفرط على الاعترافات ومزاعم متكررة بالتعذيب في سجون العراق. هذا من الأمم المتحدة. طيب، ما الذي قالته أو نشرته منظمة Human Rights Watch في تقاريرها؟ منظمة Human Rights Watch وصفت القضاء العراقي بأنه أحد الأنظمة القضائية المنتهكة. هذا وصف من الأوصاف التي أطلقتها منظمة Human Rights Watch على القضاء في العراق. بالإضافة إلى ذلك، كانت قد خرجت بوصف سابق بأنه قضاء محطم، القضاء الموجود في العراق، يعني قضاء منتهك تتحكم به الأحزاب ويسير وفق الرغبات الحزبية والميليشياوية لهذه الجهة أو تلك. كيف إذن يعتد بقرارات هذا القضاء؟ كيف يصادق رئيس الجمهورية على أحكام إعدام صادرة تحت التعذيب أو اعترافات تحت التعذيب بنت عليها المحكمة أو القاضي حكم إعدام جائر، حكم ظالم على متهم بريء؟ طيب كيف يصادق دون أن يستند في مصادقته على هذه الأحكام إلى المرافعات من المحامين، إلى الأدلة، إلى الإثباتات التي تؤكد أن هذا الشخص فعلا إرهابي، فعلا متهم؟ أين الشفافية في إعلان تفاصيل المصادقة على أحكام الإعدام للرأي العام؟ الأسماء، طريقة المحاكمة، الظروف المحاكمة، التهم الموجهة، المرافعات، غيرها من الأسباب أو من الأوراق التي تؤكد أن أحكام الإعدام تمت في ظروف شفافة عادلة وفي أجواء صحيحة من العدالة ومن المحاكمات الشفافة طبعا والعادلة للجميع. هل تم هذا الموضوع في العراق؟ الجواب طبعا لا، لم يتم، وكل ما أعلن هو عن طريق وكالة الأنباء العراقية الرسمية التابعة للسلطة بأنه صادق رئيس الجمهورية على هذه الأرقام، هذه الأعداد من المتهمين، وتم الموافقة على تنفيذ حكم الإعدام بهم، وخرج التصريح عن طريق مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية دون أن يصرح عن اسمه. أجواء غامضة جدا في إعلان هذا الرقم، في إعلان هذا العدد، ولا توجد تفاصيل أخرى ولا نعلم السبب عن إخفاء الحقائق عن الرأي العام الداخلي. طبعا عندنا رسالة مشاهدينا الكرام من أحد المشاركين. طيب، يقول إخواني إذا كان الحاكم جاء بطريقة غير قانونية، كيف المحاكم تكون عادلة وقانونية؟ أرجو أن لا تستغربوا إذا لم تجدوا أي شيء صح في العراق. تحياتي لكم، مقيم في عمان. شكرا جزيلا لك للمشاركة. من عندنا ممتاز من ألمانيا، تفضل. مساء الخير. مساء النور، حياك الله. من رومانيا، تفضل. السلام عليكم. من رومانيا مو ألمانيا. من رومانيا، حياك. اي من رومانيا، تفضل سيد ممتاز. طبعا الحكومة عندنا، الحكومة كلها سراسر، ومثل ما يقول المثل يسخرون الكلب والكلب يسخر ذيله. فهاي الحكومة يعني شو تسوي لهم بعد؟ شو تسوي الشعب العراقي؟ شو يسوي؟ ما هاي سرسرية وانزال، ولا ذمة ولا ضمير ولا شرف، ولا متربين ولا أهاليهم مربيتهم تربية طيب صالح. غير شيء بعد ما هاي نعم والحليم تكفي الإشارة.
انا اشكرك يا سيد ممتاز من رومانيا، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا سيد ايوب من الانبار، تفضل يا ايوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الرحمه والخلود لشهداء العراق والخزي والعار لداعش واعوانه. نعم. سبب ما وصل اليه العراق هو دليل واضح على فشل نظام الحكم المتبع منذ 2003 الى هذه الساعه. ولا يمكن أن نتكلم على استقرار ولو لمدة دقيقة واحدة فقط في ظل وجود الأحزاب وأسلحتها. فلذا يجب أن يفعل نظاما أكثر قوة ليقمع فشل واستهتار الأحزاب وميليشياتها التي أنهكت العراق اقتصاديا وفكريا وأمنيا. أما الآن الفساد والفشل لا يمكن أن نضعه في وزر السيد الكاظمي، بل هو أمر متراكم بسبب قسوة الشعب العراقي وصحوة العراق المتأخرة الآن من ثباته لا تجيد نفعا. فعلى الشعب العراقي أن يكمل ثباته ويتمنى له أحلام سعيدة في تغيير واقعه من خلال صناديق الاقتراع القادمة. في الختام، طيب ليش هذه النظرة السوداوية يا سيد أيوب؟ يعني احنا شفنا شباب العراق وكثير من العراقيين خرجوا في ثورة تشرين وقدموا تضحيات وقدموا دماء ولا يزالون يقدمون، ليش هاي النظرة السوداوية؟ بالعكس، احنا ليش منحث النايمين انه يصحون ويشاركون بهذه الثورة ويدعمون اخوانهم الموجودين بالشوارع؟ نعم، حينما دعت المحافظات الستة كانت منتفضة الى تغيير نظام الحكم، نعم، لم نرى التفاتة من المناطق المتظاهرة حاليا باتجاه اعانة المتظاهرين من المحافظات الستة، بل كانوا ضد مشروعهم. شوف يا سيد أيوب، حتى لا ندخل ونرجع إلى الماضي. ثورة تشرين رفعت شعار لم يرفع في أي محافظة. لا بس اسمح لي، رفعت شعار لم يرفعه العراقيون منذ 2003 لغاية ثورة تشرين، وهو إسقاط النظام. يعني أنا أتفق معك أنه المحافظات المنكوبة لم يجد أهلها الدعم المطلوب، لكن هل معنى هذا أنه أنا أرد الشيء بالمثل؟ كلكم بالنهاية وكل العراقيين هم أبناء بلد واحد، ولما يتضرر أحد الضرر يعم على الجميع. الحكومة ما راح تكون ظالمة عليك وحتكون عادلة علي أو العكس. الحكومة بالنهاية أو السلطة الحاكمة بالعراق هي ظلمت الجميع. يعني أبناء المحافظة المنكوبة اللي مدمرة عند ابن الجنوب نفس الضرر، لكن على جوانب أخرى، على ناحية الفقر والخدمات وغيرها، وبالتالي الجميع متضرر. أنا مو لأنه ما طلع وياي قبل أني هم ما أطلع وأردها بالمثل، هاي مو نظرية صحيحة. بالعكس مؤيدين تظاهرات مكرمة ومشرفة، ولكن كاد في الانتفاضة السابقة للمحافظات الستة كادت أن تقضي على استشراء الفساد وعلى الأحزاب وميليشياتها لو إذا انطلق معنا تظاهرات تشرين الآن. ولكن في الختام نسأل الله أن يعم الأمن والأمان والازدهار لهذا الشعب الذي عبث السنين بحسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان سببا في إراقة واستباحة الدم العراقي. أما الآن نحن مع أخوتنا من ثورة تشرين ومعهم في القوة ومعهم معنويا والدعاء لهم إن شاء الله، ولكن نسأل الله الخلاص من هؤلاء كله إن شاء الله. النهاية أنا أشكرك طبعا سيد أيوب، جملتك جملة الختام هي كانت المطلوبة حقيقة. ثورة تشرين عندما انطلقت في البداية وصلت قوافل مساعدة غذائية، بطانيات وأغذية طبعا وملابس وفرش وغيرها إلى ساحة التحرير من مدينة الفلوجة المحاصرة طبعا من قبل الميليشيات والقوات الحكومية، والتي تم كيل الكثير من التهم لها. في ظل معاناتهم أرسلوا قوافل غذائية وبطاطين وملابس وغيرها لساحة التحرير لمؤازرة الثوار في ساحة التحرير في العاصمة بغداد. قد تكون اكو اراء بهذا الموضوع على انه احنا طلعنا وليش هم ما ساندونا. كانت هناك حاله والان تغير الوضع واصبح الجميع يبحث عن المضي مع ثوره تشرين في سبيل اسقاط النظام. احنا نبقى اليوم بموضوعنا مشاهدينا الكرام ونتساءل كيف تصادق رئاسه الجمهوريه برهم صالح على احكام اعدام صادرة من مؤسسة قضائية فاسدة كما تصفها الأمم المتحدة، صادرة من تحت أيدي قضاة مشكوك بنزاهتهم ومشكوك بعدلهم كما تقول الأمم المتحدة. كيف يوافق برهم صالح على التوقيع على أحكام إعدام
في ظل قضاء محطم كما تصفه هيومان رايتس ووتش، في ظل قضاء مشكوك بنزاهته واستقلاليته كما تصفه منظمة العفو الدولية، وكذلك الهيئات الداخلية العراقية المعارضة وغير المعارضة تصف القضاء في العراق والأحكام الصادرة بأنها أحكام ظالمة جائرة تتم وفق نظام غير مستقر، نظام قضائي فاسد، ظروف غير ملائمة لإتمام أو إجراء محاكمات بشكل عادل في العراق، وبالتالي ما هو باطل ما بني على باطل فهو باطل، وهذا يجر إلى موضوع أحكام الإعدام الصادرة. عندنا أبو عادل من الأنبار، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ محمد؟ شلون؟ حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك أستاذ محمد. نعم. الله يخليك. هسه هذا من بإعدام 340 واحد، 350 واحد، هم نعم. وأهلهم يعرفونهم، يندلونهم منين جابوهم، يصدر بهم أستاذ رئيس الجمهورية من يصدر، قال يعرفون منين جايين، منين طالعين، منين رايحين، عندهم أخذوهم ودوهم راح يعدمونهم من المظلومين. والله لو مسوين شيء كل يفرح، والله هسه كل واحد عنده معتقل مقابل التلفزيون مقابل حضرتك ويبكي. يعني احنا وين ما نعرف ولدنا وين؟ حسن يقول والله دول العدمام هذول مسوين هالشيء. استاذ محمد والله العفو على برياء، يعني بس على برياء حكمهم، يعني مسوين على واحد، يعني صحيح احنا شايفين محافظات الانبار صلاح الدين بنينوى يعني باي مكان كان، يقول ايه والله شفنا استاذ محمد. بس استاذ محمد بس احنا شو نقول؟ نقول اول بداية نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احنا جاي نشوف التلفزيونات هاي المعتقلين، والله ما طلع عندنا شعور، والله حتى الجاهل عمره 10 سنين 7 سنين جاب التلفزيون جاب حضرتك وانت جاي تحكي وهو يبكي. يعني على شنو؟ يعني شنو برهم صالح من وقع على 340 واحد اعدامهم؟ هل جابوهم منين؟ جابوهم سووا تفجير اما جابوهم شيء؟ لا والله ما سووا، جابوا المظلومين راح يسلموا يعدونهم ظلم بظلم. بدل الظلم بالظلم، يعني ما عندهم شيء، يعني اللي يمس اللي الشعب. يعني احنا بس بيا تاريخ، بيا تاريخ بالامه العربيه قبل الكرد يسمونه ابو شبنه، حمال ابو شبنه، منين جاء رئيس الجمهوريه؟ بس نريد نمتلك. سيد ابو عادل، اريد اسالك انت حضرتك شخصيا عندك احد معتقل او مغيب؟ انا جاي احكي لك معتقل اهل الرزازه. طيب أنا أريد أسأل حضرتك بهذه أسأل حضرتك بهذه النقطة، هل تزوروهم بالشكل الطبيعي؟ هل موكلي لهم محامي؟ هل أكو مرافعة أو قضية تتم وفق الظروف القانونية الصحيحة؟ لا والله أستاذ محمد، أنا جاي أحكي وياك أستاذ محمد، جاي أحكي لك يعني الصراحة. نعم. إحنا جماعة الرزازة. نعم. أنا المتصل وياكم على طول من الأنبار، ما أبقى بنفسي أنا. نعم. استاذ محمد يعني من جو هسه انا اقول لهم 340 واحد، منين جابهم 340 واحد؟ الله يخليك. نعم. اريد ان نفهم هل صحيح هذول ظالمين وهم مظلومين؟ نعم. ما نعرف. سيد ابو عادل من الانبار، الله يكون بعونكم وبعون كل عائله عراقيه منكوبه او مفجوعه بابنها المغيب او المعتقل. انا اشكرك للمشاركه، مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام ومثل ما خرجت التقارير من هيئة علماء المسلمين وكذلك من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ومن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي وغيرها وغيرها طبعا من هيئات دولية ومحلية إن كانت معارضة وحتى أحيانا تخرج من لجنة حقوق الإنسان داخل الحكومة، بأنه الظروف غير قانونية، ظروف طرق المحاكمات هي غير قانونية، تتم الاعترافات أخذها تحت التعذيب وبالإكراه وبأساليب وطرق مخالفة للقانون بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك أن السلطة فاقدة للسيطرة على كثير من السجون الموجودة على الأراضي العراقية التابعة للميليشيات، وتتم هناك محاكمات مثل ما يسمى بمحكمة الحشد اللي برأت عناصر حزب الله اللي واقفين يم منصات إطلاق صواريخ، برأتهم. ماذا يعني وجود محاكم أخرى في العراق بخلاف القضاء العراقي وبخلاف المحاكم العراقية؟ ماذا يعني وجود محاكم للميليشيات؟ كيف تقبل السلطة بأن يتواجد أصلا سجون ومعتقلات على أراضيها غير تابعة لها وهي غير مسيطرة عليها؟ أسئلة كثيرة تشكك وتؤكد أن الوضع القانوني في العراق هو غير صحيح
ولا يوجد قانون ولا يوجد نظام عادل في العراق من الناحية القضائية، وبالتالي ما يصدر من أحكام هي مخالفة جملة وتفصيلا للقوانين والتشريعات الموضوعة في العراق، إن كانت بالدستور أو إن كانت في غير لوائح أخرى تابعة لوزارة العدل وغيرها. عندنا سيد سعد من الكويت، تفضل. يا هلا بيك استاذ محمد، تحياتي لك وللقناة وللبرنامج. استاذ، نزع الاعتراف لا يجوز. نعم. نزع الاعتراف جريمة النكراء. نزع الاعتراف يا استاذي عمل غير صالح. نعم. مخالف للشرع والدستور والقانون. يعني الاعتراف يا استاذي، نزع الاعتراف بالقوة والإكراه لا يجوز. نعم. غير لائق. نعم. غير مقبول يا استاذي. ولكن يا أستاذي بالنسبة للقاتل مثلا أو متعاطي المخدرات أو تاجر المخدرات المروج مثلا أو أرباب السوابق، يجب يحاكم بالدستور والقانون على علم مثلا من البرلمان والحكومة. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج والشكر. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. في العراق عندما قام أحد تجار المخدرات وهو يرتدي زي معمم رجل دين في محافظة البصرة، قام ضابط في الشرطة بإلقاء القبض عليه وهو يمتلك الأدلة التي تدين هذا الشخص من إثباتات ومن مخدرات كان يحملها هذا المعمم. ضج العراق طبعا الحكومة بهذا الخبر، اشتاطوا غضبا، بدأت الميليشيات تهدد، وقامت الحكومة بمعاقبة الضابط وبالاعتذار عن طريق وزير الداخلية شخصيا لهذا المعمم حامل المخدرات. هكذا هو الوضع في العراق، هكذا تدار العدالة، وهكذا هو القانون كيف يطبق وعلى من يطبق. أبو محمد من أربيل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله. نعم. أستاذ محمد، أي قانون من العراق؟ هم ذول الميليشيات اللي يحكمون أكو عندهم قانون؟ مو ذاك اليوم قال اللواء الركن لواء قال له نقطع إيدك من المرفق. نعم. إذا تشيل الصورة مال المهندس. نعم. مو قالوا الكاظمي قالوا له نقص اذنك. نعم. اي قانون هذا؟ ذولا ميليشيات ايرانيه هسه على اساس يجيبون الكهرباء من السعوديه، قاموا يفجرون ويفرشون العمدان هذا الضغط العالي مال موصل وتكريت وكركوك. نعم. في سبيل ما يجيبون الكهرباء من السعوديه. ابو استاذ محمد، ذولا ايرانيين كلهم يحكمون بالعراق. ايران اخذت الثار مال ثمان سنوات الحرب العراقيه الايرانيه، حتى اللي يحكمون هسه بالعراق ايرانيين، ميليشيات ايرانيه، ذولا الفرس. اي قانون هذا؟ ذولا المحكومين هسه اكثرهم ابرياء، اكثرهم جابوهم من اللي بيطلعوهم قالوهم ذولا دواعش. اي دواعش ذولا؟ هي الحكومه دواعش، هي هسه الحكومه هسه اللي يحكمون بمنطقه الغمراء هم دواعش. نعم. مو الشعب دواعش، الشعب ما في شيء، الشعب الشيعه وكرد وعرب كلهم متفقين، بس هذول. نعم. السياسيين فرقوا الشعب هذا. نعم. وتحياتي لك استاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد ابو محمد من اربيل، انا اشكرك للمشاركه. عندنا السيد مروان من بغداد، تفضل يا مروان. السيد مروان من بغداد موجود؟ طيب، عندنا سيد صباح من بغداد، تفضل يا سيد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للمعتقلين وهاي احكام الاعدامات، والله. نعم. العظيم استاذ أجزم لك ان 80% من المعتقلين ككل ناس. نعم. ابرياء، و20% من. نعم. تنظيم داعش الارهابي. نعم. اللي هم يطلعون بفلوسهم يدفعون دفاتر ويطلعون، تقع. نعم. براس من تقع براس الابرياء اللي هسه حاليا صدرت عليهم اوامر قبض. نعم. والمسؤول الاول والاخير هو ضابط التحقيق الظالم اللي بالتعذيب. نعم. جبر الناس الابرياء الاعتراف على الانتماء على حوزه الاسلحه على غيرها. نعم. في سبيل غايات يعني مع الحقد او العشائريه الموجوده صارت المشاكل. نعم. والقضاة هم لهم ضلع. اول شيء ضابط التحقيق الظالم
والقاضي الفاسد اللي بس يريد يوقع اعدامات ويحاولوها للتمييز وغيرها وتاخذ قرارات يعني جزمية بعد انتهت. نعم. ورئيس الجمهورية لو قرارات بيها خدمة المواطن ما راح يحولوها الرئيس الجمهورية ما راح يوقعها. بس هاي الاعدامات وقعوها مباشرة لإطفاء نار الشارع الموجود على انفجارات اللي صارت في ساحة الطيران. يريد يرضون الناس عبالهم العالم يعني غشمة والناس ما تعرف الموجودين بالسجون كلهم أبرياء وهاي الممرات الآمنة والاعتقالات والمخبر السري والعدوات وغيرها. احنا بس عندنا كعراقيين سؤال واحد وبعد كل شيء ما عد ما نريد كل شيء بعد من هذا العراق اللي دمروه. 700 متظاهر تم اغتيالهم وقتلهم من احنا بالجنوب. يعني ما شفنا القضاء العراقي اللي يسمون انفسهم قضاة وحالفين على القرآن انهم يحكمون بالعدل. المجرمين اللي قتلهم 700 متظاهر وشو ما طاردتوهم قانونيا وقضائيا وذبيتهم بالسجون وانتم تعرفوهم من المذول. احنا نعرفهم الطرف الثالث هو حشد ولائي اللي تم قتل واغتيال 700 شهيد من ابناء الجنوب. سؤال اريد سؤال اسال حضرتك وجاوبني باختصار ايش قد ما تقدر. هل تستطيع اي محكمة في العراق او اي قاضي او وزارة العدل بشكل عام ان تحاسب عنصر ميليشياوي او قائد ميليشياوي قام او حتى قائد عسكري قام بسفك دماء المتظاهرين العراقيين في الشوارع؟ هل تستطيع؟ احنا كعراقيين نتحدى فائق زيدان هو رئيس المحكمة العليا ما ادري شو يسموها ان يصدر اي امر قبض بحق اي ميليشياوي تم اغتيال المتظاهرين بالجنوب. ما يقدر يصدر اوامر قبض عليهم، يصدرون على الابرياء 340 فقط. اما الميليشيات الولائية اللي جاي تكسفك بدماء العراقيين وتغتال بالعراقيين وتخطفهم والقضاء والمخابرات مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء والسنة الخونة الموجودين بالبرلمان من رئيسهم محمد الحلبوسي وانت نازل كلهم يعرفون من الطرف الثالث اللي جاي يغتال اللي هم فوق القانون. والقانون العراقي فاسد ما يقدر يحاسب المجرمين. المجرم الحقيقي طليق ويحمل باجات رئاسة الوزراء لأن الحشد على رئاسة الوزراء ويقتل بسيارات دفع رباعي لسيارات الدولة وكواتم وكل شيء وعندهم سجون سرية يخطفون المتظاهرين لها. لكن تقع المصيبة براس الأبرياء وعضائلهم. المفروض بيهم يصدرون عفو عام باستثناء المجرمين والقتلة. احنا ما نريد المجرمين والقتلة من تنظيم داعش يطلعون برا. احنا نريد الأبرياء اللي حاليا صار لهم أكثر من 11 سنة بالسجون. صحيح. والتحقيق مالهم مو عادل. كل التحقيق مالكم ظالم وكلهم محسوبين من جهة واحدة. كل 340 منهم من أبناء السنة وجاي يحكمون بالإعدام. رئيس الجمهورية أنت كردي جابك على هيش قرارات. أنت طيب. رجال التحجوم بغض النظر هو شنو انتماءه، لكن هو كيف يوافق أصلا على المصادقة على هذه الأحكام والظروف القانونية غير صحيحة والعالم كله يجمع أن القضاء في العراق قضاء فاسد والمحاكمات لا تتم وفق الشروط والمعايير القانونية بل تتم وفق شروط ومعايير بعيدة كل البعد عن القانون عن طريق اعترافات تؤخذ بالتعذيب والإكراه وطرق اعتقال غير قانونية وتهم تكال إلى متهمين بدون أدنى وجه حق. سيد صباح أنا أشكرك من بغداد. عندنا سامي من كركوك، تفضل يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشرف السامي أنا سمحت أخواني. حياك الله. أهلا وسهلا. بس علي صوتك لو سمحت تفضل. نعم. أول ما أشكركم على هذا البرنامج الطيب. الله يسلمك. بالنسبة لسوق جدخلك مفردة قلت أنه فاز زيدان يصدر قرار بحق أي واحد من الملكات. يا أخي يصدر حول الملكات هو لكن نهار أبو كتان فجب الله يقول أنا مصطفى الكاظمي أقص إذنه. يا قرار يا نعم يا قضاء مستقيل يا هذا رئيس الوزير الاول بالعراق احد افراد الميليشيات يقول لك بفضلك. فكيف ابن الخالد المسكين هاي شو تسوون بينا قبوره من الوزير؟ راح يطلعون داعشي وارهابي وقاعده وميت الف تهمه يستقونها دي. اما بالنسبه تتعبون نفسكم وتقولون على القضاء اي قضاء، القضاء كله مسير من ثلاث قضاء. سيد سامي احنا نتعب نفسنا لسبب واحد، أنه إذا حضرتك فاهم وواعي أكو غير حضرتك ناس لا يزالون في الظلمة حقيقة من موضوع الوعي بأنه ما يحصل في العراق هو ظلم هو قهر هو جور على المواطن البريء. ناس بعدها تصفق للسلطة. أكو لغاية هذه اللحظة على منصات التواصل الاجتماعي أشخاص يدفعون السلطة يحثوها على أنه تروح
تنفذ مزيد من أحكام الإعدام ضد الناس، يعني لا يزال أكو البعض المغيب. فإحنا لما نتكلم من الضروري أنه المغيبين يسمعون حضرتك وغيرك حتى يظل هذا الموضوع شغال، أنه يا جماعة ترى اللي دي يصير بالعراق واحد اثنين ثلاثة، أنتوا عايشين في بطريقة غلط، أنتوا مغيبين. أخي بالنسبة نعم. ألو أسمعك. بالنسبة للي يصفون للسلطة ويسوون هذين نعم جو وردي وحياة تريد، هذول كذابين منافقين، هذول هم مستفادين، هم الميليشيات ومن يتبعهم. نعم. أما بالنسبة للمغيبين أنا أقول لك أنا طرشك ما أظل المغيبين، المغيبين كل الدنيا تدري المغيبين عجبوهم مقابر جماعيات عجبوهم، ويوم ورا يوم تكون مقابر جماعيات صلاح الدين بالموصل. أنا أقول لها المغيبين طرشكم ولدكم العجمة. أنا أشكرك طبعا سيد سامي من كركوك، والمغيبين اللي كنت أقصدهم هم مو الناس المغيبين اللي تتكلم منظمة Human Rights Watch وتقول بأنه أعدادهم من 250 ألف إلى مليون شخص في العراق. لا، أنا أتكلم عن المغيبين فكريا، الناس اللي لا تزال تطبل لهذه السلطة، اللي لا تزال تدافع عن الظلم، اللي لأنه هو منضم إلى ميليشيا أو حزب معين لا يزال يدافع، وباللحظة اللي يفلس بها هذا الحزب ويبيع الشخص الفلاني ما يلاقي أحد يتلقى، لأنه هو كان واقف مع الظلم منذ البداية. هذه الفئة للأسف اللي موجودة بالمجتمع العراقي واللي مو قليلة. مروان من بغداد تفضل. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أقدم تعزية لكل شعب العراق وكل شهداء العراق وكل جرحات العراق، واللهم صبر أمهاتنا الشريفة العفيفة اللي تحمل الضيم كثيرا معاناة الشعب العراق. آمين. أني الله يسلمك. أني طبعا أتكلم، أني أتكلم كثيرا من الاتصالات السابقة صارت مع شخصك الكريم من كثير من الناس يحكون على بعض خصوص الموضوع الميليشيات. الميليشيات العراقية فصائل المقاومة العراقية حررت الكل المحافظات اللي كانت فيها عصابات داعش. نعم أخوي العزيز. طيب. إيه كثيرين يحكون بخصوص سابقا أهالي المعتقلين. نعم. إحنا الظلم ما إحنا الظلم مراضين به. إحنا ماكو واحد بالعراق يريد الظلم. كثيرين من المعتقلين الجانين نفسهم وعيشتهم ويا داعش واعتقلهم، ماكو واحد يعتقل بدون سبب. طيب. أنا أريد أسأل حضرتك. أريد أسأل حضرتك. هل أنت بس اسمح لي؟ لا، مو أنا سمعت الفكرة هسه أريد أسألك. هل حضرتك تكون بدرجة من المقدرة أن أنت تفتر وتفحص وتسأل وتدقق مثل المنظمات والهيئات الدولية اللي فحصت ودققت عن طريق عشرات من الأفراد، مو حضرتك مو واحد ولا اثنين، عشرات من الأفراد ومن قانونيين ومن مختصين في معرفة الحقائق أو محاولة كشفها؟ هل حضرتك تقارن نفسك بهذه الهيئات الدولية اللي صار لها عشرات السنين قائمة على منهج معين، على سياسة واحدة، عندها ارتباطات كثيرة، ده تكشف الحقائق وتقول لك يا أخي اللي بالعراق هو عبارة عن ميليشيات وقوات حكومية تعتقل بعيدا عن القانون؟ الأمم المتحدة اللي هي جامعة كل دول العالم في أثناء العمليات العسكرية ضد داعش قالت، أخرجت تقرير وأرسلت مذكرات أكثر من مرة لحيدر العبادي، طالبته بفتح تحقيق عن طريق بسبب إعدامات ميدانية نفذتها القوات الحكومية والميليشيات في المحافظات المنكوبة بدون مذكرات قضائية، بدون اعتقال، بدون محاكمات عادلة. طلع الميليشياوي اللي هو من الحشد أو عنصر الشرطة أو الجيش مسدسة وقتل مدني بالشارع. مسألة أنت منين، أنت شنو؟ هذا من الأمم المتحدة، فعن أي عدل تتكلم يا أخي؟ أخوي العزيز، أنا أتكلم عن المعتقلين. نعم. المعتقلين ما أقول لك، أنا ما أقول لك ما أقول لك ماكو ظلم. نعم أكو ظلم. الظلم يصير عن طريق الحكومة يا أخوي العزيز. هاي واحدة. اثنين، إذا هو محكوم إعدام أو محكوم مؤبد أو كذا، إذا مو دليل يعني هل يرهم قاضي يحكم بريء ملتهم بدون دليل؟ القاضي يريد دليل أمام ضابط التحقيق أو أمام المتهم إذا مو دليل. نعم. إذا هو كان بمنطقة عايش وكان بيها داعش ويقلد داعش ولابس زي داعش.
يعني طيب. يريد القاضي ما يريد يحكم اخوي العزيز شوف القاضي شوف سيد مروان اللي اتصل قبلك اللي اتصل قبلك السيد صباح من بغداد بس اسمح لي اللي اتصل قبلك السيد صباح من بغداد قالها بوضوح قال احنا نتكلم عن الابرياء اللي موجودين بالسجون والمعتقلات داعش اخذوا حقكم منا يا دوله واعدموهم مثل ما تريدون هذا تنظيم ارهابي لكن احنا نتكلم عن الابرياء الموجودين بالسجون اللي تم اعتقالهم المقاومه حشدنا المقدس امهات حزينه امهات شهداء حد هاي اللحظه طيب. بدون مستحقات وبدون حقوق ليش انبار من حررها طيب. نينوى من حررها بعض المحافظات من حررها كان حشدنا طبعا. هم يسلحون الميليشيات هاي مو ميليشيات هاي فصائل طيب. فصائل كل فصائل المقاومه وكلها طيب. لها مواقف مشرفه وكلها وقفت وحررت وكذا شوف سيد مروان بس اسمح لي الحكومه تطالب الموضوع طيب هي الحكومه بدها تعدمهم انا بس اشكرك لانه صار الصياح وصلت فكرتك كامله وحضرتك ده تقول انه هذه فصائل المقاومه هي اللي حررت الانبار وهي اللي سوت وقدمت تضحيات وما ياخذون مقابل وهذا الكلام كله موضوع الحشد وهو موضوع طويل جدا حقيقه حتى لا نسهب به وبعدين الوقت يضيع والناس تريد تتصل تشارك بس جمله بسيطه منظمه هيومن رايتس ووتش خرجت بتقرير قالت بأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحشد في المحافظات المنكوبة أو المحافظات اللي جرت بها عمليات عسكرية ترقى لتكون بمستوى جرائم وانتهاكات داعش هذا منظمة Human Rights Watch منظمة العفو الدولية تحدثت بتقارير كثيرة جدا عن انتهاكات وإعدامات ميدانية وجرائم قام بها الحشد في المحافظات المنكوبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خرج بتقرير شخصيا تحدث عن عمليات اغتصاب لفتيان وفتيات وتوزعت العمليات بأعداد كبيرة جدا طبعا توزعت العمليات على داعش والحشد والقوات الحكومية هذا الأمين العام للأمم المتحدة وعمليات سرقة وحرق وتغييب بكثير من نقاط التفتيش وغيرها لمدنيين أبرياء ذكرتها تقارير حكومية ومسؤولين حكوميين وسياسيين الحشد مقدس وهذا شيء يرجع لك وشيء يخصك احنا نتكلم عن اعدامات تنفذ في الدولة العراقية بظروف غير قانونية عندنا ابو مرتضى من المثنى تفضل حياك الله العزيز تفضل اهلا وسهلا اخي العزيز بخصوص ما يحدث حاليا في العراق من سنة 2003 من ظلم الى 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 هذا يومنا الموجود يعني نعم احنا كل مو بس المحافظات المنكوبة تعرضت للظلم نعم عندك محافظة ذي قار انطت من الشهداء والناشطين ما يكفي صحيح بالالف شهيد احنا خلينا نكون منصفين بهذا نعم. موضوعنا نعم جميع محافظاتنا العزيزة واحنا بعيدا عن المسميات نعم. كلنا تعرضنا للظلم صحيح واي نتائج ما حصلنا نعم واذا اريد نحسب بالقرارات من 2003 الى 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 حد الان نعم عانينا ما عانينا كل محافظاتنا العزيزه انا بس اريد اسال حضرتك سؤال سريع الالف شهيد نعم تفضل الالف شهيد اللي سقطوا واللي اكثر من الف شهيد هم عددهم صراحه اللي ارتقوا بثوره تشرين المن تتهم نعم. حضرتك المن تتهم بسفك دمائهم من الموجودين الان بالعراق اتهم اللي صدروا القرارات حاليا باعدام 80% اللي موجودين حاليا ابرياء نعم نفيتهم اللي قتلوا الالف شهيد اللي سقطوا طيب في محافظه ذي قار العزيزه في محافظه شلون شفت دور الميليشيات اللي موجوده في المحافظات العراقيه المختلفه شلون شفتهم تعاملوا ويا ثوره تشرين عزيزي دور قمعي وقتل بالشارع ومو لاول مره للمره الخامسه طيب ابو عندك السيد مروان من بغداد يا ابو مرتضى يقول بانه ذولا فصائل المقاومه ذولا اللي حموا الاعراض ذولا المقدسين ذولا اللي حرروا ذولا اللي سووا طيب هل المقدس والمقاوم واللي المفروض يحمل أعراض يسفك دماء أبناء الجنوب من ثوار تشرين أبناء الوسط وأبناء بغداد وغيرها
من المحافظات اللي شاركوا بهذه الثورة ذولا مو عراقيين؟ أخي العزيز إحنا مشكلتنا اللي يطلع يطالب بحقه يتجازى بالقتل والدمار والحرق والتخريب والكثير. يعني إحنا شنو الفائدة؟ إحنا تحررت الموصل وانقتلوا أهل الناصرية، تحررت صلاح الدين وانقتلوا أهل البصرة، شنو الفائدة؟ نعم سيد أبو مرتضى، لو إحنا كن أي عزيزي تفضل. احنا ترى ما جايين من الصومال، احنا يجمعنا بلد عزيز تاريخه آلاف السنين. نعم سيد ابو مرتضى، من المثنى يعني اني اشكرك، الوقت انتهى صراحة. الموصل تحررت من الناحية النظرية كما تقول السلطة، لكن سيد مروان الا مطلق الحرية، وهذا بلد العراق ويشوف الوضع مستقر به او به اخطاء قد يشوفها، لكن يشوف انه فصائل مقاومة موجودة، خلي يروح يطب الجرف الصخر. هناك فصيل مقاوم اذا سمح لك تطب جرف الصخر اللي اهالها صار لهم 6 سنوات مهجرين، خابرنا وصورنا وصور نفسك منك. اذا تقدر تروح الموصل القديمة وتقعد بيت من بيوت الموصل القديمة اللي طبت لها فصائل المقاومة، ايضا صورنا المكان اللي حتروحه. روح شوف أهالي تكريت، روح شوف أهالي صلاح الدين الصار لهم، روح شوف أو قابل عوائل مقبرة الإسحاقي اللي طلعت قبل كم يوم اللي كانت بالخطوط الخلفية للحشد الشعبي، روح شوف عوائلهم، شوف أبنائهم شلون انقتلوا، روح للأنبار اللي تقول عليها متحررة وشوف الوضع ووضع أهلها اللي بعدهم جزء كبير منهم لا يزالون بخيام بسبب عدم مقدرتهم على العودة إلى مناطقهم. بالنهاية مشاهدينا الكرام، تؤكد جميع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالقانون وحقوق الإنسان بأنه لا قضاء في العراق ولا قانون عادل، وما يتم تنفيذه من أحكام الإعدام هي أحكام إعدام باطلة، لأنها بنيت على باطل من طريقة الاعتقال وطريقة المحاكمة وكيفية انتزاع الاعترافات، ثم بعد ذلك مصادقة رئيس الجمهورية الذي يعتبر واحد من مجموعة فاقدة للشرعية كما يقول الشارع العراقي. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.